دكتور معليش أثقلت عليك، في خلال حديثك أنت أشرت إلى كتاب الأغاني لأبو فرج الأصفهاني. نعم. ابن خلدون اعتبر الاسم أبو فرج الأصفهاني أنه من أصفهان وأنه فارسي. لا، هذا ابن خلدون وقع في غلطة شنيعة حقيقة، لجهله في علم الرجال ولجهله في تراجم العلماء وبالحضارة الإسلامية. هو قال في المقدمة أن حملة العلم في الملة الإسلامية جلهم من الأعاجم، وهذا القول أخذه حاج خليفة في كشف الظنون فذكره أيضا وانتشر هذا القول. وقد تصدى لهذا القول عمي العلامة الدكتور ناجي معروف رحمه الله تعالى، فألف كتاب عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية وهم من أرومة عربية. هو لم يعلم أن أبا الفرج الأصفهاني أموي، وأن مسلم بن الحجاج قشيري، وأن أبا داود السجستاني من الأزدي، ولم يفهم هذه، فظن أن أصحاب الكتب الستة كلهم من الأعاجم، لأن هذا سجستاني وهذا نيسابوري لأنهم سكنوا في تلك. هذه غلطة كبيرة حقيقة وقع فيها ابن خلدون، وقد رد عليه وفند قوله وأراءه في الدراسة، وقد نشره الأستاذ الدكتور يحيى بن جديد في مركز التواصل المعرفي في مجلدين، ونفذت طبعته الأولى وطبعته الثانية، والآن يطبع ربما طبعة ثالثة لأهمية هذا الكتاب في مجلدين، وأنا حققته وقدمت له في هذه المرة. بارك الله فيك دكتور. الله يعني.